انت عارف انه بيقال انه ميتلاند كان كوبري عشان تروح الاهلي؟ لا خالص والله، والله خالص، ولا كان كوبري ولا حاجه. بس هو انا ما يعني ما وفقتش في النادي هناك. بس انا لما قررت ارجع مصر، رجعت يعني كان نادي الزمالك حد في مجلس الاداره، كلمتهم، بس الناس هي كانت مقصره في حقي، وانا يعني انا ما اقدرش اخصب على حد. وبعدين النادي الاهلي شرف لاي حد. مسافه ما لقيت مسج بس ما بعت لي من النادي الاهلي، اي لعيب في مصر يتمنى ان هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي طبعا. فدي ما خدتش تفكير 1% في دماغي. خلاص. كانوا مقصرين في حقك ازاي في نادي الزمالك؟ لا، في حاجات كتير، حاجات كتير كانت مقصره. بس طبعا اشرح، قول بقى، انت جمهور الزمالك زعلان منك، فرصتك. لا خالص والله، يعني بس اقول لك حاجه، الجمهور اللي بيحبني من جمهور نادي الزمالك، وانا متاكد ده 1000000% ان الجمهور بيحبني، هم فاهمين الموضوع مش ازاي. هو كان في شويه مشاكل بس كده في الاداره دي عندهم، انا يعني مش هينفع اتكلم فيها. يعني اللي انا هقوله ان انا لما رجعت من الاحتراف، انا ما لقيتش حد، يعني انا كلمت كذا حد عشان نرجع النادي، ما فيش حد اهتم بالموضوع قوي، او بالظبط كده زي ما بيقولوا لي روح خلص انت نفسك. مع انك كان في تاكيد عليك قبل ما تسافر ان انت يوم ما ترجع هترجع على الزمالك. اوكي ماشي، بس انا عايز اوضح حاجه تانية، ان انا يعني كل المناوشات اللي حصلت كان كل ده، ما فيش حد من مجلس اداره النادي الاهلي كلمني، وما فيش حد من النادي الاهلي خالص كان بيكلمني في الوقت ده. بس انا لما لقيت فعلا مسج بس مبعوت لي من كابتن امير، انا قرار ما خدتش حتى 1% ان انا افكر فيه، ان انا طبعا العب في النادي الاهلي ده. انت كنت قايل ان انت راجع على نادي الزمالك. ما انا قلت، انا قلت فعلا ان انا كنت هرجع على نادي الزمالك، بس انا ما لقيتش تقدير من في ناس، ما لقيتش منهم تقدير. مش عايز اذكر اسامي عشان ما حدش يتضر فيهم. كل بطل في حدوته بيواجه صراعات، صراعاتك الاكبر كانت مع الاقدار ولا مع نفسك ولا مع محيطك؟ لا، صراعاتي الاكبر كانت مع الاقدار، بس طبعا صراعات، مش ان انا يعني صراعات عشان يعني اغير حالي، يعني ابقى في حال احسن. يعني انا كان في شبح بيطاردني طول الوقت وانا صغير، الا وهو العوز، الاحتياج، ان انا ممكن ابقى محتاج. والله العظيم ما بقول الحاجات دي استعطاف عشان الناس بتفتكر، لا 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 لا، انت فنان وطالع تعمل لنا فيها مش عارف ايه وحاجات. بيبان لا بيبان يعني، يعني بطاقتي على الباب يا جماعه، يعني ما بكدبش يعني والله. روح اسالوا الناس في امبابه وهي تقول لكم. فكان عندي شبح الفقر وشبح العوز، ده كان اكبر شبح بيواجهني، فعايز اغيره، عايز اقتله، لان دقت مره جدا جدا، دقت امر مره يعني. فعايز اغيره، فده اكتر حاجه في الاقدار كنت عايز اغيرها. انا بقيت الحاجات عجباني تمام، انا موافق عليها جد الحمد لله يا رب وكل حاجه، بس ده مضايقني ان انا ابقى محتاج اكل ومش قادر اكل، مضايقني ان انا ابقى بردان وما عنديش جاكيت تقيل يدفيني، مضايقني. يعني ان انا الاساسيات الحياه مش طايلها، ده كان مضايقني. فكان ده صراعي على طول، ده الحاجه الوحيده في القدر اللي هو كان صراعي معاها، العوز. انت فنان، اوكي، انت راس مالك جمهورك. لا بس انا طول عمري بس راس مالك جمهورك بصراحه، فهي دمرت لك راس مالك بصراحه. انت اتضربت في وسط جمهورك. لا 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 لا، حرام، ما حش حمينا دي. بس انا من قبل شيرين وانا بشتغل بعمل قلم كل 8 سنين. لا انا عمري ما شفت على فكره ان المزيكا راس مالي ولا جمهوري راس مالي. ايوه بس ما كانش عمري هيبقى الناس شايله منك او زعلانه منك. اقول لك حاجه، يعني انا كست مثلا لما اسمع انه مثلا راجل بيقول لمراته انت بقيتي تخينه، بقيتي شكلك عمري وحش، انت ما بتعرفيش تتكلمي انجلش، انت بتقولي البي بي، انت بقيتي شبه امك، انت عامله زي امك، فتطلع تحلق شعرها. حصلش. تطلع تحلق شعرها بس وتقول عشان حسام شايفني وحشه وانا عايزاه على فكره. اقول لك على حاجه، طب اقول لك على حاجه، اقول لك على اكبر غلط انا غلطته في حق الشين، ان انا عمري ما كان ليا فيها طلبات. يعني الراجل مثلا لو قال لمراته انت تخنتي هتاخد بالها ومش هتوصل ان هي وزنها يزيد كده، هتاخد بالها لو كان بينبهها اول باول. لكن انا من كتر ما ماليش فيها طلبات ولا هي ليها فيها طلبات، تتخن تخس تحلو ما تحلوش، كل الكلام ده علشان خاطر احنا ما نبهناش بعض. احنا ايه؟ ما نبهناش بعض. ما لناش، مش انا قلت لك في اول. ايوه، وايه اللي حصل؟ هو في علاقه زوجيه مبنيه على قصه حب، مبنيه على صداقه كبيره، هتبوظ عشان احنا تخنا؟ مع احترامي الشديد للناس، انا فكرت في حاجتين.
انت همك ترضي الناس ولا همك ترضي رب الناس؟ اكيد رب الناس. انا بقى استودعت سيرتي عند ربنا. حلقة شعرها يا حسين. هقول انا مش المفروض احكي الحكايه دي. حلقة شعرها. هو انا مش المفروض احكي. عارف يعني ايه ست تحلق شعرها؟ هل انت عارفه ان ده باتن؟ بجد؟ باتن بيكرر عندها عند الغضب. بجد؟ عارفه ده انا حكيت لك الموقف يعني ده؟ يعني ده مش اول مره؟ لا مش اول مره. والباتن ده بس انا مش المفروض اقول الكلام ده عشان هي دي اسرار، بس انا هقول لك يعني احكي لك الموقف ده مثلا ايه اللي وصل لكده بالمختصر من غير ديتيلز عشان ما بحبش احكي ديتيلز. حصل بينا مشكلة عبيطة جدا 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 وزي أي ست أي طلقني. فأنا بقى إيه؟ قلت لها طب قومي البسي يلا عشان ننزل نتطلق. قالت لي أنا ما بنزلش، هاتي المأذونة، أي تركيب بقى. كنا متأخرين الساعة 3 4 الصبح كده. هي افتكرت إن أنا بجد بقول لها البسي أنا نزل رأيك. فهي داخلة الحمام أنا افتكرت إن هي داخلة تغير. تأخرت شوية. طلعت لما طلعت كده أنا أغمى وقعت على ركبي في الأرض إنه مش مصدق إن ده رياكشن للأكشن ده. طب انت هتسيبني؟ طب اهو ده نوع من انواع التعبير عن الغضب وده اللي اتفقنا عليه انا وهي ان لا ده ما ينفعش يحصل. ليه لما ويجز طلع من الراب شويه وراح بوب شويه اتريقت عليه وقلت عليه حساس في الحب وبتاع؟ انا قلت عليه كده فين؟ عيل حساس بتتمرمغ في دراما. ايوه بس دي ممكن تبقى اي حد يعني. بس هي وقتها كانت أغنية البخت بتاعت ويجز. أيوة انت وكل الناس قالوا إنها عشان بحب ويجز جدا. بصي ده عادي. أنت قصدك ويجز؟ لا لا هي متقالة كده عامة على يعني في الهوى. خلي بالك زمان في 2018 برضو في الزمن ده كنت بشتم واحد كده طول الوقت، هو واحد وهمي وما كانش شخص حقيقي. إحنا دلوقتي عشان بقى في مجال كل كلمة أنت بتقولها ناس يقولك أنت دي بقى رايحة لفلان. يعني لو جبت لك اغنيه من 2018 دلوقتي غنيتها ناس تقول لي اه انت قصدك بقى، يعني الناس بتحاول تفصل الموضوع. ولكن بس ده ما بينطبقش على ويجز. ويجز انت كان قصدك كنت بتدس ويجز، قول الحقيقه يا مروان. بتتمرمغ في دراما. دي اغنيه كله في السليم. طبعا لان الاغنيه دي كانت دس اصلا. يعني الاغنيه دي كانت دس على اتنين. فعادي يعني هو في الاول وفي الاخر دي ترجع بقى في فكره الدس ومش عارف ايه، وانه انت بتثبت ان انت اجمد يمكن. يعني انا في الراب بسمي حاجه زي دي اللي هو زي كتف قانوني. زي في الكوره كده. ايوه اللي هو انا اديتك كتف بس هي مش فاول. انا ما ضربتكش تحت الحزام مثلا، فاهم قصدي؟ فده جزء من الشغلانه. بتحب ويجز؟ ما اعرفوش يعني، ما نعرفش بعض على المستوى الشخصي اللي هو احبه ما احبه. بتحب تراكات ويجز؟ بحب له اغاني. بجد تحب له ايه؟ بحب له مثلا الاغاني اللي هي زي بالسلامه، بحب الحاجات اللي بيراب فيها قوي. بحب الحاجات الصعبه. الحاجات القديمه دي بتاعه 2018 و2000 مثلا يعني. لا لا عادي. لا هو ما... انت مش عارف قديمه دي بتعمل فيا ايه. كمل يا مروان كمل. لا لا بحب له الحاجات اللي بيراب فيها اكتر من الغنى. ما عنديش اللي هو النفسيه او المنافسه تخش في حته اني اسمعش الناس اللي بتنافسني او ان انا لا ما بحبش فلان. انا حسيت ده لما عرفت ان انت بتنتج لنفسك ولغيرك. بالظبط يعني اكتر واحد بنتج له هو عفروته. قلت انك اتعلمت يوجا عشان تقدر تخشع اكتر في الصلاه. وتهاجمت. مش فاهم لغايه دلوقتي اللي ده. انا وانا بصلي كنت الاقي نفسي ايه بسرح، المرتب هينزل، العربيه بايظه، عيب قوي يعني ابقى واقف اصلي ومخي الوسواس بيوسوس. فقعدت ادور وابحث فقالوا لي جرب تاخد كورسات يوجا. قعدت سنتين ثلاثه كده، ده زمان، اخد كورسات يوجا لغايه لما علمت نفسي ان ذهني يكون صافي. فوانا بصلي ابقى بصلي بخشوع، واحلى حاجه في الدنيا طبعا لاي دين طبعا ان الشخص يصلي ويبقى منه لربه. عملت بوست وقعدت اشرح للناس انا قبل ما بصلي بصلي ازاي، لان انا مش هقول ضد بس ماليش دعوه في. انا بشوف الناس بتصلي زي تمثال وانا مش مفروض اطلع صوت اصلا. ثانيا لازم انا بحب ابقى في هدوء، الموبايل مقفول وبعيد، لابس لبس مريح، بقعد اسبح الاول، بنام على ظهري واخد نفس شهيق وزفير واملا جسمي اكسجين. زي ما وضيت الجسد انا بوضي الروح.
انا قلت بودي الروح من هنا والدنيا باظت خالص. حاله حضور وصله حقيقيه رهيبه، ويا بخت اللي بيقدر يبقى عنده ده. طبعا طبعا. الدنيا اتقلبت ليه؟ في بعض الشيوخ طلعوا قالوا ايه العبث اللي هو بيقوله ده، قلت لهم شكرا. بس ناس كثيره قوي 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 دخلوا قالوا احنا هنجرب ده وهنبتدي، لان اليوجا مرتبطه بالشرق الاقصى وبعض الديانات، انا ماليش دعوه بده. انا خدت حاجه منهم استفيد منها عشان اعرف اصلي بخشوع، وغير كده اعرف استحمل الالم من غير ما اخد اسبرين. اليوجا كده، انت بتاخدي شهيق وزفير وبتعملي بعض الحاجات اللي فيها مديتيشن، مش عارفه ايه بالعربي مديتيشن، تامل تامل، فانت ممكن يبقى عندك وجع جسدي تقضي عليه من غير الدواء. حضرتك برضو متهم ان انت على طول كده جاي على الستات. جاي عليهم. ايوه اه دايس على الستات. هما حته مايله. بعد الشر علينا. لا ده احنا مش حته مايله ابدا، حاجه صعبه. شوف يا منى هانم، اول نموذج قلته قدام هند ابو السعود اقسم بالله قلت بسم الله الرحمن الرحيم، يقولون اضرب للبنت ضلع يطلع لها 24، اتضربت في ضلعك واتضربت في قلبك واتضربت في كبدك يا ضارب الأنثى، لا ضربة للأنثى، اضرب للبنت ضلع يتكسر لها 24 مش يطلع لها 24. ولنا نبي عليه السلام الرفقا بالقوارير وشبهها بالزجاج، من أين أتيتم بهذا العنف؟ هي الله يرحمها هند أبو السعود طلبت عبد النعيم شمروخ في التليفون وقلت له تسجل للرجل ده النهاردة. أبقى أنا من أول هند أبو السعود سنة 82 بقول ما تضربوش الأنثى وعاملوا الأنثى أحسن معاملة، وأتهم بأن أنا ديدي متحامل على الأنثى. بقول لك أول لقاء سجلته السماء، سبحان الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بيني وبين هند أبو السعود يقولون، كنت بقدم فكرة اسمها المثل الشعبي وأثره في الفكر الدين. فالمثل الشعبي بيقول اكسر للبنت ضلع يطلع لها ايه؟ 24. انا قلت يا اللي بتقول الكلام ده الله يكسر ضلعك وضلع امك. امين. طب التقيله يا دكتور، هي ايه التقيله اللي خلت حضرتك قفلت من كل حاجه واعتزلت كل شيء وخرجت من الكواليس؟ كواليس ايه؟ البسي قفه، انزلي بقفه، انه ازاي هينظر لي. كويس انك اثرت الموضوع ده. ايوه كويس انك اثرت الموضوع. هي هبله ومسكوها طبله مع الاسف واثرت في ناس كتير. انا ولا ايه؟ يا فندم يا فندم. انا فاكر الفيديو زي ما انا فاكر لقائي معاك دلوقتي. قلت الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها 9 مرات. والله يرزقه بحاكم عادل يقتص لها رزقه. الحمد لله. انيت ناس الكلام ده، الكلام ده وحش. بقول اللي هي مش سترى نفسها يا بنتي هتتزيني وتتجملي في مجتمع الشباب فيه مش لاقي يتجوز، البسي قفة وعيشي. قفة دي ايه في اللغة العربية؟ كناية عن اي شيء خشن. بلاش النعومة في الزمن اللي فيه العيال مش لاقية تتجوز. الكلام ده يغلطه حد الا اذا كان واحد تايه في التوهان في زمن الشباب فيه شغال وقادر على فتح بيت. عايز يمشي في الشارع يلاقي الغندورة. اتغندري لما تكوني هتتجوزي، وما تتغندريش لما تبقي عايشة في زمان كله عايز يمتع نفسه من غير جواز. فلما حد يقول قال مبروك عطية البسي قفة وعيشي، يبقى حريص على حياة البنت كل الحرص. هيجي علينا زمن يا دكتور اختار لبسي على أساس. هيجي إن شاء الله اختار لبسي واختار شكل حياتي وطريقتي ومظهري بناء على ناس ما عندهاش اخلاق في الشارع، او ناس ما عندهاش ضمير، الله يفتح او عليك. ذكر منزوع الرجوله. الله يفتح عليك. اليس من باب الحرص ان انا اقول لك اعرفي المجتمع اللي حواليكي ده ينهشك يبقى الداري؟ لا اله الا الله.
ليه مش عايز تقول النادي اللي كنت بتلعب فيه؟ ما ينفعش. ليه؟ عشان ما الناس اصل بيحسبوا الهويه، وبالتالي انا ضد الكلام ده اطلاقا. بتلبس قناع المراوغ عشان تخبي انتمائك الرياضي. العمل بتاعنا عشان تنجحي، اذا كنت تعتبريني ناجح يعني، لازم تتخلصي من هويتك الرياضيه باحاسيسك وبافعالك واقوالك، مش بس من احاسيسك يعني. لكن ربما انه الاهلي حظه حلو معايا شويه، لما بعلق على ماتشات الكوره اهلي وزمالك فبيقول لك ده اهلاوي علشان الاهلي عاده بيكسب الزمالك في الماتشات اللي انا بعلق عليها، فجمهور الاهلي يتفائل وجمهور الزمالك يتشائم. يقال ان حضرتك اهلاوي ومخبي. ومخبي؟ اه. لا والله، مع ان دي حاجه تشرف. طبعا طبعا تشرف ان انا اهلاوي، تشرف. رضا عبد العال قال انه حضرتك اهلاوي ومخبي. هو ادرى بقى، ما اعرفش، بس كانت مراتي ما تعرفش، يبقى رضا مش هيعرف. طب حضرتك مش مأمن مرات حضرتك ان هي تعرف انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ مش موضوع مآمن. امال موضوع ان هويتي ما تبانش عليا، لان زي ما قلت لحضرتك انا ليه اخسر مدرسه؟ ده انا مش هسيب حضرتك الا ما اعرف اسم النادي. وحياه حضرتك ما هتعرف. ده ممكن يطلع من على جوجل عادي جدا. لا ولا جوجل، ولا جوجل نفسه، ولا حد يعرف. شايلها كمان؟ انا هي قالت لي سحر، قالت لي في مره انا نفسي اعرف ان انت اهلاوي ولا زملكاوي، قلت لها يعني اما ياذن الله ونغادر الارض في اخر لحظه هبقى اقول لك. يعني اعلاميين الرياضيين اللي اعلنوا انتماءاتهم الرياضيه او النوادي اللي بيشجعوها خسروا من وجهه نظرك شعبيه او جماهيريه؟ هو حسب احترافيه اللي بيقدم، يعني في ناس بيقدموا وهم لعبوا في الاهلي او في الزمالك. يعني دول كتير ومعروفين للناس كلها، المحللين والمذيعين، فبالتالي ده معروف انه بينتمي لمدرسه الاهلي لانه لعب في الاهلي او في الزمالك. لكن احترافيته لابد ان هو يتخلص من ده على الشاشه. على الشاشه؟ على الشاشه طبعا. طب لكن هو بره الشاشه قدام التلفزيون طبيعي. قدام الشاشه بقى، ورا الشاشه تقصدي؟ اه ورا الشاشه طبعا. هو قدام الشاشه وانت حضرتك قاعد بتتفرج. اه. بتشجع مين؟ بشجعك انت. يا بختي. دي هويه يجب ان هي تظل في الظل، لانه انا لما بقدم اقسم بالله العلي العظيم يا استاذه منى، عمري في حياتي، في حياتي سواء في مجال تقديم البرامج او التعليق على المباريات، عمري في حياتي ما كان عندي هويه مسبقه وانا بعلق ابدا. طب ليه حضرتك ما تعلنش عن انتمائك وفي نفس الوقت تبقى احترافي ومحايد وبتنقل بموضوعيه وبتعلق بموضوعيه وبتحلل بموضوعيه؟ الناس مش هتصدقني. النقاب عكس تماما. أيوه. طبيعه التربيه اللي اتربيتيها والحياه اللي صح عشتيها. صح. و... هو انا خلي بالك انا بالنسبه لاهلي القصه دي كانت كلها على بعضها. ايوه. بصي انت عارفه ان انا اغلب الحاجات اللي حصلت معايا كانت بسبب، بصراحه يعني، ويا ريت الناس تصدقني، ودي كانت حاجه من قلبي فعلا. انا شفت رؤى كتير. شفت رؤى؟ اه كتير. وكانت في المرحله دي، ولما موضوع النقاب ده كان ده اكشلي وانا في لما كنت في العمره، اول عمره اعملها. ده بعد ده في زمان قوي لما كان عندي 23 سنه. كنت كل ده عايزه اقول لكم انا عندي 23 سنه يعني الوقت ده. فحسيت ايه ده، انا اصلا ما كنتش عارف حاجه عن ولا النقاب ولا الحجاب ولا ده، ولا كان في بالي القصه دي كلها. الرؤى اللي انا شفتها هي اللي خلتني احس الحاجات دي. ايه الرؤى اللي كانت بتجيلي؟ يعني ممكن اقول لك بس يعني؟ لا قولي، بالعكس قولي. لا يعني مع يعني شفت حاجات كتيره منها، بلاش يعني الحاجات دي قوي دلوقتي. كنتي حابه النقاب؟ اه جدا. ما كنتيش محبوسه وراه؟ ما كانش كتير. عملته بقناعه يعني، عملته ومش مؤمنه انه فرض، كنت مؤمنه انه فرض، عارفه ان هو حاجه تطوعيه، بس انا كنت حابه الاحساس وقتها. انا كنت صغيره خلي بالك برضو وقتها، بس كنت حاسه ان هو بيخليكي تحس انت كده لوحدك كده يعني، مش مع ربنا كده لوحدك. في حلم تاني برضو ما اكتملش او جه ناقص، يعني حتى لما حلم الزواج وحب العمر اخذ مكان الغنى والشهره والنجوميه، برضو جه الزواج بدون فستان فرح وحفله وزفاف، وده حلم اي بنت. ما حسيتيش انك بتضحي بدل فستان الفرح الابيض وبدل الزفه بيان صحفي؟ لا بس بصراحه انا وهو اتفقنا على كده. يعني ما اقدرش ان انا اقول انه دي غلطه تامر. يعني مش غلطته فولي ولا غلطتي انا فولي. انا متجوزه ساعتها، عارفه انا متجوزه حد مشهور جدا. فهل انا هبقى جايه بدي كل حاجه انا عايزاها مساحه وما بديش راي الناس مساحه؟ ما ينفعش. وبرده انا كنت ايه بقى، ده جديد عليا خلي بالك. يعني الموضوع نفسه بتاع
يعني الشهرة بتاعت تامر بالنسبة لي كانت مستفزة ومخيفة. فاهمة؟ أيوة. وكان يعني سنك صغير جدا كمان. وكنت صغيرة جدا، فكان بالنسبة لي اللي هو يعني أنا فعلا كنت بتهز نفسيا بخاف. يعني إحنا لما عملنا، خلي بالك إحنا عملنا فرح وعملنا كل حاجة برايفت، بس الحاجة اللي إحنا كنا عاملينها إحنا حد نزل لنا الانفيتيشن في الصحافة. فطبعا أنا كنت عارفة ساعتها إنه في هجوم اوريدي حصل عليا، وكانوا بيقولي قدام البيت طلقها طلقها. فكان في حاجات أنا خايفة منها، فأنا من الناس يعني أنا أمي كانت خايفة، هو كان خايف، أنا من الناس اللي إيه بقى اللي على السبوت لايت كله، فإزاي أنا مش هخاف؟ حصلت مرة مثلاً وقالوا إنك بتعلي على علي الحجار لما محمد رمضان، لما أحرج محمد رمضان، فقلتي كان بيجي لي المسرح كنت بستقبله حلو، وكنت 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 رد هو عليكي قالك كنت بلف على شغلي انتصار، دلوقتي الشغل هو اللي بيدور عليا. طب ما هو رد حقيقي. لا رد كان يعني رد حاسس الناس، رد صح، رد حاسس الناس إنه زعل إنه خد على خاطره. ما هو بقى بين ان انت كنت بتخبطيه واحده بقى في عز نجوميته خالص، ان انت بقى كنت بتجيلي وانت غلبان. لا ازاي، وما هو لما كان صغير صغير بقى، غلبان مش غلبان، كان صغنن كانوا فانطا كده، كان تقريبا ايوه فاكراه، كان صغير، كان صغير قوي، هو صغير لغايه دلوقتي في السن يعني. ده اللي حصل. ما زعلش منك؟ ما تبكيش، ما حصلش حاجه زي دي؟ لا ما تبكيش. لا انا ليه قلت ده؟ ليه بقى؟ ما دايما نفسي. أيوة. نفسي ليه بقى؟ نبدا من اول السطر. ما هو ده بقى، بلاش ناخد من السطر ده. بس دي يلا بينا، دي صفه الاشاعات. دايما السفسطه واللك الكتير والاشاع دايما ياخد دي لكلامك. كان هو حاكي قصه علي الحجار. وكنت انا في برنامج وكان في مذيعه زميله فبتقول لي ده كذا وكذا وكذا، او رايك ايه في كذا. فتقريبا انا كنت كاني بتجري لسؤال اني انقضه، فانا ما رضيتش انقضه، قلت لان هو ليه مكانه خاصه في قلبي، مكانه عندي. ليه مكانه؟ عشان كان زمان وهو صغير كان جه مره المسرح عندنا وكان لسه ما اشتغلش، وبعدين كان عايز كده، فكلهم كانوا مهتمين وانا اهتميت وقلت له مثل، فمثل احمد زكي كويس قوي ومحمد سعد كويس قوي، وكان معاه زميله، حتى بقى زميله ده قال لي، اتصل بيا قال لي انتصار انا الممثل فلان الفلاني اللي انت قلتي، وزميله كان معاه. كان السياق ده، كان ده السياق اللي عشان اهرب من ان انا انقضه. انه ليه مكانه في قلبي. هو واللي كان معاه الممثل اللي كان معاه. جرجروكي في الكلام في برنامج بعد كده ونصحتيه انه يقفل بقه في الكلام عن حياته الشخصيه شويه. مين؟ محمد رمضان. لا مش هو، ما قلتش كده عليه هو. ما كانش هو. لا ما كانش هو، قلت كده على رانيا يوسف. كان مره في برنامج مع عمرو الليسي وقلت كده على رانيا، مش عارفه جاب لي حاجه كده على رانيا. مش فاكره كان اياميها في ايه، مشتعل عندها في حاجه. مش فاكره، قلت هي يا ريت يعني هي تقفل بقها بقى، يعني ما تتكلمش على طول يعني. تعتبر ده مونولوج تحول في مشوارك؟ أنا أعتبر إن أنا فقت، بس فقت متأخر شوية، فالتحول لمشواري اللي جاي إذا كان في العمر. فاكر اللحظة اللي فقت فيها تحديداً واللي فرقت معاك؟ القشة. القشة اللي ها قسمت الحكاية وخلتني فقت. اليوم اللي اكتشفت إن أنا محتاج اخد بيت لاولادي، واكتشفت ان انا معيش فلوس بعد 40 سنه شغل. 40 سنه قلت ايه ده؟ وانا كنت بعمل ايه؟ كسبت كتير جدا، بس اكتشفت ان انا كسبت تناتيش مجاملات. فكره انك تحس ان انت بعد العمر ده انت مش موجوده بالحاله، ما هو انا لما جيت مسطح مش موجوده بالوضع اللي استحقه. بالظبط. وانا ما جيت مسطح من القطر ما كانش عندي الحلم اساسا، بقول لك مش عايز حاجه. ايوه انا ده. عايز اتفرج عليهم وبس واروح. فانت الموضوع هو تطور صحيح، والحلم كبر وانا ماشي وراه، انما العقل ضاع. والعقل لما ضاع وما تحكمش في تحقيق هذا الحلم مشكله. مطرب طالع بستايل جديد بشكل جديد باغنيه جديده، كل حاجه
مترقعة. مظبوط. تمام. ازاي انت النهارده ممكن مثلا تقول على لون من الاغاني ما هو ده لون مش حلو او ده لون هيبقى موضه قديمه او ده لون موضه وهتروح او على فكرة انت مثلا قلت كده على المهرجانات والراب؟ لا ما قلتش كده على الراب، بالعكس المهرجانات والراب. بجد؟ اه. لا انا ما قلتش ان دي حاجه هتني. لا خلي بالك ان انا قلت ايه. انا بتكلم على انه في الوان معينه من الفن لو الانسان اللي هو بيعملها ما اتجددش هتروح. ده كل انواع الفن، كل انواع الفن. واتكلمت على انه بدليل انه المهرجانات بشكل او باخر حصل ان هي ما بقتش زي الاول. فانا ما عنديش، وعلى فكره انا الحاجات الحلوه من المهرجانات انا بحبها جدا. وفي ناس زعلت مني ولا وانت مش عارف ايه وهجموني انا. وردوا. انا بالنسبه لي ضحكت وصعب عليهم جدا. في واحد انا قلت ان هو رقم واحد على كل المنصات، بس انا فعلا ما اعرفش هو بيغني ايه. وعلى فكره انا ابني بيحبه جدا وحافظ كل اغانيه. ده بجد، بس انا فعلا عمري ما سمعته. مش تقليلا ليه، بالعكس يعني. ولو انا تقليلا ليه هقول ان هو نمره واحد على كل المنصات. ما كنتش قاصد صراع واتجرت له بشكل غير مقصود خالص خالص، بالعكس انا بتكلم منتهى حسن النيه. طب ليه لما ردوا بالشكل ده ما ردتهمش؟ انا براضيهم هو دلوقتي. ماشي. يعني انا براضيهم دلوقتي، يعني انا مثلا براضيهم جدا، بالعكس يعني هم الناس اللي هو رقم واحد على كل المنصات. انت رقم واحد على كل المنصات، انت ناجح جدا 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 جدا. عصام صاصا وراجل جميل وراجل لطيف جدا وراجل محترم. هو صعب عليه جدا. انا والله مش قصدي حاجه فعلا. بالعكس انا بقوله انا ابني بجد بجد بيحبك جدا وبيسمعك هو وكل اصحابه بجد. وانت فعلا رقم واحد، دي حاجه ما ننكرهاش. ما فيش اي تقليل احترام. وبالنسبه للناس الثانيه حمو وشاكوش مثلا يعني بالعكس انا يعني انا حسن بحبه جدا ومؤمن جدا بموهبته وعارف ان هو جامد جدا. وبالعكس انا بقول له ده انا يعني قابلته قلت له عايزك بقى يلا تركز واعمل حاجات مختلفه وكسر الدنيا. فانا قصدي ان هو بالعكس لما يقول ان احنا هنكسر الدنيا وهنوريك يا ريت، بالعكس انا مش بهاجم حد يعني القصة لما الأمور بتتشخصن بتبقى مش حلوة. بس واضح قوي في الصراع العربي الإسرائيلي مين الضحية، واضح قوي مين الجلاد أو مين المعتدي. طيب ده رأيك أنت، هو بقى لا هو ده الواقع زي ما حضرتك بتتكلم عن معلومات وواقع. هو الواقع إنه الاحتلال هو المعتدي. في أنه مرحلة؟ في كل المراحل من 48 تحديداً أكتر من أي طب مرحلة. طب وانت فكرك إن اليهود اتولدوا مأزومين؟ لا اتولدوا بشر عاديين. بس حكولهم بقى أبائهم في الجيتو اللي هم عايشين فيه. حياتك بتساوي بين الاثنين، بين الطرفين. ما اختلطت شخوص المسرح الدموي كلاهما مضطر، وكلاهما دلوقتي في المعجنة دي اللي أنا عايزها تخلص. يعني كفاية كده بقى، كفاية موت وكفاية خراب. قول كفاية للقاتل مش للضحية. بقول للاثنين، للمعتدي للمحتل مش لصاحب الأرض. بقول للاثنين، الفلسطينيين لومي الوحيد عليهم عدم إرساء قضيتهم على قاعدة حقوق الإنسان وإصرارهم على الحق التاريخي والحق الديني، وده مش هيوصل لحاجة. كلاهما متاهة لا مخرج منها. كل بطل في مسرحيته بيعدي بصراعات، صراعات مع الأقدار، صراعات مع الأشخاص والمحيط، وصراعات مع نفسه. دينا عندها صراع مع المجتمع؟ أكيد، لأن المجتمع عنده حالة غريبة جداً، love hate relationship بينه وبين الرقاصة. يعني اللي بترقص دي بيحبوها جداً ويجيبوها في أفراحهم ويزبطوها ولذيذة وكله تمام، بس تيجي تتجوز ابنهم لا. تبقى في علاقات personal لا. يعني يبقى عندهم حالة كده، المجتمع عنده حالة سلبية وعاجنين الدين بالفن فشايفينها حرام. كانت المقاومة انهم يفضلوا ساكتين ويبقى الوضع على ما هو عليه. ما هو ده برضو ما هو برضو كان حصار وبرضو لا. ما هو مش معنى انك انت عشان تعمل رد فعل مجنون عدمي غير مجدي ينتهي بيك الى التدمير والتخريب. جايز انت راجل بتفخخ نفسك وتموت نفسك في كمين في بتاع وفرحان بده، ده مشكلتك. انما لما تفخخ 2,200,000 وتخش بيهم ده جنون. من حيث انه اصله برضه الذي يتم الابتزاز السياسي من قبل حماس، يعني نرضى بالاحتلال؟ ويعني حضرتك ان شاء الله لما عملت اللي عملته ده حررتنا من الاحتلال؟
ما تقوليش اصلا ان حماس مقاومه. يعني انا رايي ان شيء معيب للمقاومه، شيء ينتقص نبل المقاومه وعظمه فكره المقاومه. مقاومه يعني انت بتعمل عمليه عدميه، ما حضرتش لا مخزون طعام، عامل انفاق لجنودك وعناصرك، مش عامل حتى ملاجئ لشعبك المدني، بتدخل حرب تضرب فيها على آليات العدو وبعدين تنزل في النفق. انت بتدافع عن النفق، انت لم تدافع عن طفل فلسطيني واحد، انت لم تصد رصاصة واحدة عن مستشفى فلسطيني في غزة، ولا عن جامع، ولا عن مخبز، ولا عن كنيسة، ولا عن مستشفى. ايه ده؟ ومقاومة ايه اللي بتكلموا عنها؟ وهذا الجنون، هل من المفترض ان تكون المقاومة قرينا للجنون؟ وبعدين المفروض بقى اللي يقول ان دي مش مقاومة فيبقى هو اللي مدان. يعني ان احنا الناس رايحين بيعلنوا بعملنا العملية دي على شوية، عملية ناجحة على فكرة، عملية هائلة يعني عملنا بـ 9 اكتوبر، انه احنا عشان حضرتك نحرر اشدت بيها، عشان نحرر اشدت ببراعتها، انما مش اشدت بتنفيذ العمليه، براعه التنفيذ، براعة التنفيذ طبعا، طبعا ولا شك ده طبعا. الاسرائيليين يعني بوهتوا من هذه البراعه، لكن في المحصله انت رايح تفرج او تطالب بالافراج عن 7000 اسير وتبيض السجون، فاعتقل 7000 واحد اضافيين خلال هذه الشهور. هل ده منطقي؟ هل يعني واحنا الجدوى مش مهمه؟ حطيت صوره فاروق الفيشاوي على انستغرام وكتبت نفسي اروح له، كنت وقتها طبعا بتدور على الرحمه والراحة؟ اكيد اكيد. كان ايه اللي مضايقك؟ ما كانش حاجه مضايقني، هو وحشني لان هو كان من اطيب والذ واجمل خلق الله، فاكيد عايز اروح له اقابله في الجنه اكيد. وفي نفس الوقت هو وحشني جدا جدا يعني. طب بالنسبه للحيره والتقلبات مثلا، قلت انا كنت سلفي وبقيت صوفي. انا كنت سلفي وبقيت صوفي، وكنت اخوان، وكنت وعمي كان تكفير وهجره يعني حاجات ممكن تعمل حتى تفرش 3 حلقات معانا، تعمل مسلسل نبني عليها دراما. عمي وفد الله يرحمه، اخويا الكبير بس يعني تاب عشت التقلب ده، عشت الحيرة دي رايح جاي. مش تقلب، هو تناقضات، والإنسان على طول عنده تناقضات. زي ما بتقولي، بتقولي لي بشوي أنت بترجع في رأيك، قولك أيوة، ما أنا لو استوعبت وفهمت أن الرأي ده غلط هرجع فيه طبعا، ليه لأ؟ اتعلمت إيه من التجربة من سلفي لصوفي شتان؟ هو ما كانش كده يعني، هو المسألة برضو ما أقدرش أصنف نفسي صوفي أو حاجة، لأنه ده في علم ربنا. هو انت اللي قلت كده، انت اللي صنفت نفسك؟ انا لا، انا ما صنفتش، انا قلت ان انا كنت يعني ان انا كنت اخوان مسلمين لمده 2 سنين، فده مش تصنيف ليا بس ده خبره. هو ده اللي انا بقصده، اتعلمت حاجه هو مختلفه. هو ده اللي انا بقصده، اخوان سلفي صوفي متدين وملتزم وسطي عادي، مش بتعلم من اصحابي المسيحيين في الآخر حاجات مثلا. التجربه دي، الحيره الدينيه والتناقضات اللي انت عشتها في الجانب الديني في حياتك او الجانب الروحاني في حياتك، طلعت منها بايه؟ اتعلمت منها ايه؟ اتعلمت منها ان الحب والسلام وحاجات بسيطه جدا الحقيقه. احمد الفيشاوي بتقلباته الدينيه وتناقضات اللي عدى بيها كلها وعاشها، طلعت في الاخر بكونكلوجن ان الدين بالنسبه لك انت بقى ايه مش بالنسبه للناس؟ هو الحقيقه انا لسه ما اعرفش ولسه بدور ولسه بعد بحاول كل أكتشف. ده انت عملت برنامج ديني يا احمد؟ لا، ما كانش ديني، كان ديني واحنا كنا صغيرين. طيب، كنتش تجربه بفتي طويله وزي ما انت قلت اخوانجي سلفي صوفي، يعني عديت بتجربه طويله وبقيت راجل عنده 43 سنه ولسه بكتشف ولسه بتعلم ولسه ممكن اغير رايي. واخد طبعا كلنا، واخد توجهات كتير في الدين مختلفه وعكس بعض. صحيح، اكيد طلعت بمعلومه، طلعت بكونكلوجن يخصك انت، بتاعك انت، على مقاسك. يخصني انا؟ على مقاسك، على مقاسك، ما تعمموش. اللي بيقولك يعني زي ما ابويا الله يرحمه كان بيقولها لي بالظبط، ربنا رب قلوب. يعني الواحد بيحاول يبقى نيته صافية وسالك على قد ما يقدر علشان ربنا يكرمه. بتجيلك لحظات بتسرح وبتحس فيها إن لو كان الحب ده انكشف بينك وبين والدك وهو عايش وموجود، كان هيغير في شخصيتك حاجات أو هيوفر عليك مشاوير؟ ما هو بصي، سلاح ذو حدين. يعني ممكن كان يخليكي في أوقات عندك صراعات نفسية وآلام ووجع وبتاع في حياتك كانت مش هتبقى موجودة، وفي المقابل يمكن ما كنتش بقيت عندك العمق، عندي حجم الموهبة دي. حب المراهقة خلاك كفرت بالحب؟
بصي هو كان في حاجه كده شويه لان انا في وقت في حب انت عرفتي من الحكايه. لا والله لا والله لا عرفت بالطرق الرسميه الشرعيه للشغل بالظبط. لا ما انا قصدي الطرق الشرعيه. لا مش قصدي انا في وقت كده يعني كان في حب وراقه معين كده لبنت خلاص هي كانت بتحب واحد تاني صاحبي وهو ايه ارتبطوا ببعض في سن بقى ثانوي ده وبتاع وانا كنت بحبها جدا وصديقه الصدوق وكشفت نوايا كده في نص المشوار ان الراجل ده يعني ايه لا هو هيخلع يعني هو لا يعني بيلعب يعني كنا عيال صغيره بقى وبتاع هي عملت حاجه في منطقه قذاره يعني اجان ما اقدرش اغفل لنفسي ان انا عملتها لما حسيت بواقعه معينه كده رحت فتنت لها رحت قلت لها خدي بالك ان فلان هيعمل كذا انا خوفا عليها من انها تتوجع ولاني بحبها يمكن بقى تفضلي فاول حاجه عملتها راحت قالت له تامر قال لي كده فبقيت انا بلاك ليستد عندهم هم اتنين وهم كملوا حدوته الحب طبقا لعرف الرجاله اللي عملته حركه مش لطيفه جداً. لكن طبقا للصح والغلط والاخلاقيات انت حذرت حد بتحبه بالظبط بس هي ما هي هي ما هي مفيش صح وغلط يعني يخش كده ينفع وكده ينفع فالاثنين يعني يعني بس لو رجع لا هبقى لان ده كان رومانسي زياده عن اللازم يعني لو رجعت كنت بقيت انضج يعني لا ما كنتش اتصرف بالطريقه دي. علم النفس بيقول انه دور الام في حياه الرجل بيبقى مرتبط قوي ومؤثر على علاقاته العاطفيه ونظرته للست نظرته للمراه عموما. فقد الام خلاك كنت مراهق حبيب وشاب حبيب لان الست مهمه جدا في حياه الرجل. الرجل ما يقدرش يعيش من غير ست. نصك التاني ربنا لما خلق ادم سعاده وجود الام خلى وجود الست اهم من الطبيعي طبعا لان مفيش ام ممكن لو في ام تعوضني عن غياب الست تمام لكن مفيش راجل يعيش لوحده ربنا لما خلق سيدنا ادم خلق معاه حواء طبعا فالام عدم وجودها ومعنيش اخت يعني معنيش اخت فالعنصر ده عنصر مهم جدا في حياه الراجل تمام فاللي يفتكر ان الست مش مهمه في حياه الراجل ده ده ده, ده ده دماغه تعبانه. أكتر مرة حبيت كان عندك كام سنة؟ الحب اللي هو الفظيع ده بتاع المراهقين والصغيرين. لا بس حب المراهقين مش أكتر حب أنا حبيته. يمكن يبقى أصدق حب. لا مش أكتر ما كانش مش أصدق أكتر حب أنا حبيته. إمتى كان أصدق حب؟ كان عندك كام سنة؟ أحمد العوضي بيتكسف. لا مش بيتكسف أصدق حب كانت ياسمين. عرب بيتكسف. لا كانت ياسمين أصدق حب. ياسمين أصدق حب. طبعًا 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 طبعًا. كان حب صادق وناضج ويعني ان ياسمين هي الحب الحقيقي في حياتي هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي اللي انا اقدر اقول لك دلوقتي لو انا حبيت مثلا كذا مره فهي دي الحب الحقيقي لان انا عشت معاها ايام بفترات بمواقف بمراحل فلا طبعا كان حبكوا باين وصوته عالي كده مسموع وكان الانفصال راقي كان محترم هادئ ما كانش ليه صوت زي ما بقول لك يعني هي النهارده بقول لك هي الحب الحقيقي في حياتي وافضل اقول كده على طول خلي بالك مش دلوقتي بس لان مش عايش اللي انا عايشته مع ياسمين مش بصي انا واصل لمرحله ان انا ممكن اقول الكلام تاخد عليها بعد كده بس انا بقول لك الحقيقه